مرحبا، بهذا الفيديو رح نتعرف على البروبايوتيك اللي هي البكتيريا المفيدة وأهميتها للصحة. في عنا إشي اسمه بروبايوتيك وإشي اسمه بريبايوتيك، شو الفرق بيناتهم؟ هلا البروبايوتيك المقصود فيها هي البكتيريا النافعة واللي إحنا لازم نعزز نموها في الأمعاء لأنها إلها فوائد كتيرة على الصحة. أما البريبايوتيك فهو الغذاء المهم اللي بيساعد على نمو هاي البكتيريا، لأنه هاي البكتيريا تتغذى على البريبايوتيك. البريبايوتيك هم عبارة عن ألياف موجودة بالأكل واللي إحنا لازم دايماً نتناولها عشان نعزز نمو البكتيريا المفيدة. طيب رح تسألوني شو أهمية هالبكتيريا النافعة وليش أنا لازم أخذها وشو أهميتها للصحة؟ هاي البكتيريا إلها فوائد كتيرة على الصحة، وهي عادة بتتغذى على الألياف، بنسميها البريبايوتيك، بتحولها ل short chain fatty acids، يعني أحماض دهنية قصيرة مفيدة بتعطي طاقة للجسم، وكمان إلها أدوار كتير كبيرة. من أهمها أول إشي بتعزز المناعة، وجدوا إنه في علاقة كتير كبيرة بين نمو هاي البكتيريا بالجسم وبين تقوية الجهاز المناعي، فهاي من أهم الأسباب اللي لازم نركز على تناولها للكبار وخاصة كمان للصغار. تاني إشي مهم جدا للتخفيف من أعراض القولون العصبي، يعني الأشخاص اللي عندهم نسبة منيحة من البكتيريا المفيدة بيقللوا من أعراض القولون والنفخة والغازات اللي بتصير. بس لازم ننتبه كمان إنه ما نتناول بكثرة من البريبايوتيك للأشخاص اللي عندهم قولون عصبي، لأنه في بعض الأطعمة ممكن تعملهم شوية نفخة وغازات أو ممكن يتخلصوا منها بالمشي والحركة دائما، هذا بيساعد إنه يخفف الأعراض. كمان كتير مهمة لصحة الدماغ والتركيز والذاكرة، فهذا كمان بيساعدك إنه تتناولها لتستفيد من هاي الفوائد. البكتيريا المفيدة كمان بالأمعاء بتساعد الأشخاص اللي بيعملوا حميات لنزول الوزن، كمان إلها فوائد مهمة للصحة، فعشان هيك لازم نركز على تناولها. وين موجودة البروبايوتيك والبريبايوتيك؟ نيجي أول إشي للبروبايوتيك، أهم مصادرها الألبان، فيها بكتيريا حية، هاي ممكن تغذينا البكتيريا المفيدة بالأمعاء. كمان في مصادر تانية زي مثلا صرنا نسمع بشاي اسمه الكامبوتشا، عبارة عن شاي مخمر وفيه نسبة خمائر مفيدة للجسم عالية جدا. كمان في عنا لبن الكفير، هو عبارة عن لمن معين كمان بيصير له عملية تخمر وهيك بنحصل على البروبايوتيك. هاي أهم المصادر بالأكل، وفي عنا كمان موجود في بعض أنواع المخللات زي مخلل الملفوف، هذا كمان مصادر للبروبايوتيك أو ممكن نحصل عليه على شكل مكملات من الصيدلية. أما بالنسبة للبريبايوتيك اللي هو الغذاء المناسب، عبارة عن ألياف موجودة بأطعمة مختلفة، من أهمها موجود في الشوفان، في الأرديشوكي، في الموز، البلوبريز وأنواع التوت المختلفة، برضو بتغذي يعني فيها نسبة ألياف مفيدة جدا. كمان عندنا بذور الكتان وبذور التشيا، وما ننسى كمان البقوليات زي الفاصوليا الحمراء، السوداء، البيضة، هاي كلها فيها بريبايوتيك. عشان هيك أهم نصيحة بدي أقدمها لليوم إنه إحنا نركز على تناول هاي البكتيريا والغذاء اللي بيدعم هاي البكتيريا لنقوي مناعتنا ونساعد إنه يكون في عنا صحة مناسبة. كمان ما تنسوا إنه في أطعمة بتقلل من نمو هاي البكتيريا، اللي هي عادة الأطعمة العالية بالدهون، خاصة الدهون الغير صحية، يعني الأطعمة المقلية، البطاطا، والناس اللي بينسوا تناول الألياف بأكلهم، هدول معرضين إنه ما يكون عندهم نسبة كافية من هالبكتيريا المفيدة. بهذا الفيديو أعطيتكم نصائح عن البروبايوتيك والبريبايوتيك وكيف تقدروا تدخلوها بنظامكم الغذائي. إذا حبيتوا هذا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب بالقناة وكمان شير عشان يوصلكم كل شيء جديد بتعلق بالصحة والتغذية.